وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في شرح العمدة: باب الشركة. وهي على أربعة أضرم: شركة العنان، وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما، وشركة الوجوه، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما، والمضاربة، وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا ينتشر فيه ويشتركان في ربحه، وشركة الأبدان، وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين. إن المصنف رحمه الله تعالى لما تكلم على كتاب الوكالة وبين أن الوكالة هي أن ينوب الشخص عن الشخص في ماله، أتبعه بباب أو بكتاب الشركة، لأن الشركة تحتوي على وكالة من الطرفين، فإما أن تكون وكالة من طرف واحد وهي الوكالة المعروفة، أو تكون من الطرفين وهي الشركة، فلهذا جاء المصنف هنا بكتاب الشركة. والشركة مأخوذة من الشرك، والشرك في لغة العرب هو الاختلاط، هو الاختلاط. وسميت الشركة شركة لأن الشريكين يخلطان ما لهما في العقد. والشركة ثبت جوازها بالكتاب والسنة والإجماع والعقل. أما الكتاب ففي غير ما آية من القرآن دلت على اشتراك الناس في الأموال، كما في الإرث، كما قال الله سبحانه وتعالى: فهم شركاء في الثلث. وقال الله سبحانه وتعالى: إن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. فسر بعض العلماء بأن الخلطاء هم الشركاء. وفي غير ما آية نصت على أنه قد يشترك اثنان فأكثر في عين معين. والسنة كذلك، ومن بينها الحديث الذي جاء في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا ثالث الشركاء ما لم يخل أحدهما صاحبه. والشركة من العقود التي وجدت قبل الإسلام، فلما جاء الشرع أقرها، إلا أنه وضع لها ضوابط عامة. طيب، لما قلنا إن الشركة هي عبارة عن اختلاط المالين من شخصين فصاعدا، المصنف هنا بدأ في ذكر الشركة بذكر أنواعها، وقال هي أربعة أضرب أي أنواع. والفقهاء لما يتكلمون عن الشركة يقولون إن الشركة في تقسيمها العام هي ثلاثة أنواع: شركة إباحة، شركة إباحة هذا النوع الأول، والشركة الإباحة هي ما يشترك فيه الناس من المباحات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاث: الماء والنار والكلى. فهذه مثلا الآن الكلى أو الماء، الناس كلهم لهم حق فيه، إلا أن شركة الملك هذه أو شركة الإباحة تملك بالحيازة، فإذا حازه الإنسان صار ملكاً خاصاً، واضح؟ فإذا هذه الشركة تسمى شركة إيش؟ شركة إباحة، فالناس كلهم مستوون إلا من وضع اليد عليه، فإذا وضع اليد ملكاً، واضح؟ هذه الشركة الأولى. الشركة الثانية نسميها الفقهاء بشركة عندنا شركة الإباحة وشركة الملك. شركة الملك، وشركة الملك هذه هي التي يدخلها الإنسان قهرا، كل مال يشترك فيه إنسان مع شخص آخر قهرا يسمى شركة
الإرث مثل الإرث. الإرث إذا مات الوالد الأب مثلا وله ولدان، نجد أن الولدان اشتركا في الملك قهرا، واضح؟ ومثل الوصية، يعني يوصي إنسان إلى زيد وعمر من الناس، ومثلها الأوقاف، واضح؟ فهذه تسمى إيش؟ شركة، شركة ملك، وهي أن كل إنسان لم يختار نصيبه في ذلك اختيارا، وإنما فرضت عليه إيش؟ قهرا. فهذه كذلك تسمى إيش؟ تسمى شركة. عندنا الشركة الثالثة وهي شركة العقود، شركة إباحة، شركة ملك، شركة إيش؟ العقد أو شركة العقود، وهذه التي يتكلم عليها الفقهاء في باب البيوع. وإذا أطلق لفظ الشركة عند الفقهاء صرف إلى شركة إيش؟ إلى شركة العقود. شركة العقود تخالف شركة الملك في المصدر، فشركة العقود هي الشركة التي يدخلها الإنسان طوعا واختيارا، فإذا اختار الإنسان أن يشارك شخصا آخر نشأ بينهما عقد سماه الفقهاء بعقد الشركة. طيب، إذا جئنا إلى هذا العقد الذي هو عقد الشركة الذي يشرك الإنسان نفسه مع الآخر اختيارا، تجدها في مضمونها لا تخرج عن ثلاث: إما شركة وجه أو شركة مال أو شركة بدن، شركة وجه وشركة مال وشركة بدن. إذا أمعنت النظر في الشراكة التي تتم بين إنسان بين شخصين في المعاملات المالية هي ثلاثة: شركة مال، شركة بدن، شركة وجه. طيب، نفصل في هذه الثلاث ثم ننزل الكلام على ما قاله المصنف. الشركة الأولى شركة وجه. شركة الوجه هي أن يشترك أن الرجل مع الرجل بوجوههما. بوجوههما ما معناها؟ عندنا زيد وعمر لا يملك مالا، ولكن التجار يعرفونه، واضح؟ فيقترض من التجار مالا لكليهما حتى يتاجر فيه ثم يرد المال الذي أخذه، واضح؟ طيب، التاجر أعطاه المال بحكم ماله لوجاهته، واضح؟ فثم فالآن نشأت بينهما شراكة، لكن المال ليس لهما، ولكن المال أخذاه بوجههما، واضح؟ فإذا اتجر في هذا المال وهم شركاء كانت شركة إيش؟ شركة وجوه، واضح؟ الآن نحن نتصور فقط تصور الشركة كيف تكون، أما أحكامها تجوز لا تجوز بعدين. الآن خلينا نتصور مثل ما تصورنا شركة إباحة وشركة ملك قهرية وشركة عقد. شركة العقد هذه التي ينشئها الإنسان اختيارا، إما أن تكون بوجهه أو تكون ببدنه، وهي النوع الثاني، شركة الأبدان. شركة الأبدان كأن يتفق نجار مع نجار في صنع شيء ويبيعوه والربح بينهم، فهنا اتفقا مع بدنيهما، واضح؟ فصنعتهما هي التي اتفقت، أو يتفق مثلا نجار مع حداد، واضح؟ وهكذا مثل في العصر الحالي يتفق واحد ميكانيكي مع واحد سباق، والذي خرج والربح فيما بينهما. فهنا الآن اشترك فيما بينهم بإيش؟ بالبدن الذي هو العمل، واضح؟ هذا النوع، نوع إيش؟ الثاني. النوع الثالث وهو شركة إيش؟ شركة المال، وهي المعروفة لدى الناس بأن يأتي إنسان بجزء من المال ويأتي الآخر بجزء من المال ويخلطاه ثم يتاجر في هذا في رأس المال المجموع. فالآن هما اشتركا بمال، بالمال، واضح؟ طيب، هذه هي وجوه الشركة الموجودة، واضح؟ وجوه الشركة لا تخرج عنها. طيب، يوجد بعض الأنواع الشركة التي هي متفرعة لكن هي راجعة إلى هذه الثلاثة، مثلا واحد يدفع مال إلى شخص آخر يشتغل، فتكون أخذت من شركة الأبدان وأخذت من شركة الملك، فنشأت عندنا شركة أخرى. فإذا مغزى الشركة العقود الاختيارية راجعة إلى هذه الثلاثة، إلى الوجه وإلى البدن وإلى المال، واضح التقسيم؟ نعم. طيب، على ضوء هذا
ننزل الكلام وننظر ماذا قال المصنف رحمه الله. نعم. باب الشركة وهي على أربعة أطرق. شركة العنان وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. طيب، بدأ المصنف رحمه الله فقال شركة العنان. شركة العنان مأخوذة من العن، والعن يطلق على الفرس الذي هو عنان الفرس، وسميت شركة العنان بالعنان لتساوي الفرسان، إذا تساوى الفرسان يقال قد تساوت أعنته. واضح؟ طيب، قال المصنف في تعريف هذه الشركة ماذا؟ وأن يشتركا بماليهما وبدنيهما. أن يشتركا بماليهما وبدنيهما. طيب، لما قال أن يشتركا دل على أن الشركة اختيارية، فهي من العقود الجائزة. الشركة من العقود الجائزة، فصلنا من قبل وبينا بأن العقود على قسمين، عقد لازم وعقد جائز. العقد اللازم هو الذي لا يمكن لأي طرف أن يفسخه، والعقد الجائز هو لأحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء. فالشركة عند الفقهاء من العقود الجائزة، فيحق لأي أحد من الشريكين أن يفسخ الشركة في أي وقت شاء. يترتب على هذا أنها تموت، أن الشركة تنفسخ بموت أحدهم، أو إذا جن، أو إذا جاءت العوارة الأهلية. واضح؟ فإذا الشركة من العقود الجائزة. ثم قال هي أن يشترك. إذا هنا عندنا تصرف كأنه يذكر لك شروط المشارك، فالشريك والمشارك شرطهما مثل ما قلنا في الوكالة، وهو كل من يصح منه التصرف، التصرف المالي، فكل من يصح أن يوكل أو أن يتوكل صحت شركته. وتكلمنا في الدرس الماضي على شروط أو ما هي الأمور التي ينبغي أن تكون في الوكيل. قال شركة العنان أن يشترك بمالهما وببدنهما، يعني أن يدفع رجل قسط من المال والآخر قسط من المال، ثم يتجر ويعمل فيه بنفسيهما. وهذه الشركة بهذا الشيء اتفق العلماء على جوازها، لم يجتمع العلماء على نوع من الشركة إلا هذا النوع، ونوع ذكره المصنف سنتكلم عليه. فاتفق العلماء على جواز الشركة التي هي شركة العنان، وهي أن يكون المال من كليهما والعمل من كليهما. طيب، لما قال هي أن يشترك بماليهما وبدنيهما. طيب، بماليهما، لفظة المال هنا تنص على النقدين، مثل ما نقول الذهب والفضة، يقابلها مال آخر اللي هو مال العروض. فأجمع العلماء على جواز الشركة العنان بالنقدين، هذا يدفع فلوس وهذا يدفع دراهم مع دراهم، أو ريالات مع ريالات. واضح؟ فالعملة اتفقوا على جواز الشركة بها. وقع الخلاف في العروض، هل يجوز قيام شركة على العروض أم لا؟ ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا تجوز الشركة بالعروض، وذهب المالكية وقول عند الحنابلة إلى أن الشركة بالعروض جائزة، والعرض يوضع مكانه القيمة. طيب، الجمهور الذين منعوا قال بأن الشركة بابها ضيق، فلهذا يقتصر فيها على الوالد، والشركة لما كانت لا يتحدد الربح أو الخسارة إلا بمعرفة رأس المال، اشترط أن يكون رأس المال ناضا معروفا. واضح؟ فإذا جعلت العروض شركة فإن هذه العروض تختلف قيمتها، فإذا جاء هذا بعرض وهذا بعرض، ممكن هذا عرضه يغلى وهذا عرضه إيش؟ يرخص، فلهذا لا ينضبط عندنا رأس المال. فإذا حلت الشركة بعدين لا يمكن أن نقوم هل ربحت أم خسرت.
والمالكية يجيزون إذا وقعت بالعروض إلا أنها تقوم العروض. فمثلا هذا يأتي بسيارة وهذا يأتي ببيت، هذا عرض وهذا عرض، يقوم كم قيمة السيارة وكم قيمة البيت، ثم تبدأ الشركة تمشي على مقدار المال الذي قيمته وقت عقد الشركة. فلما يأتي إلى نهاية حل الشركة تقسم الأرباح والخسائر على رأس المال الذي اتفق عليه. واضح؟ ترجع إلى النقد. لهذا عند الجمهور تجوز، عند الحنفية والشافعية، قول عند الحنابلة تجوز الشركة بالعروض إذا 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 أشركا في العروض. أنت تملك سيارة وأنا أملك بيت، هذه يسمونها الحيلة. فأنا أقول لك أبيع لك نصف بيتي بنصف سيارتي، وأنت تبيع لي نصف سيارتك بنصف بيتي، فنصير وقعت الآن بيع، فصارت إيش؟ شراكة. ثم هذا المال نبيعه. واضح؟ فهذا في نقد. لما يوجد نقد وين هو النقد؟ تبيعه. أنا أبيعها بنصف، بعته نصف سيارة، نصف سيارته بنصف بيتي، ما أعطيته شيء. أنا نقد. هل تساوي قيمة المبلغ؟ طيب الآن واضح هذا الآن؟ إذا تكلمنا على رأس المال وقلنا لابد أن يكون نقد عند الجمهور. طيب إذا اختلف رأس المال، واحد دفع 90 واحد دفع 100، يجوز؟ يكاد الفقهاء يتفقون إلا ما ذهب إليه بعض الشافعية، يكاد الفقهاء يتفقون على أنه لا حرج أن تختلف رؤوس الأموال، فيجوز أن يدفع إنسان أكثر من إنسان من شخص آخر. طيب تمت الآن الشركة وباشر العمل فيها، الشركة الآن دائرة إما بين الربح وإما بين الخسارة. طيب نتكلم على الربح. طيب سماها شركة العمال. نعم العمال جيد. لهذا بعض الشافعي يتشدد وقال لابد أن يتساوي. الجمهور يقولون إن عدم التساوي في المال، وإنما التساوي في العنان هو في العمل والمال. أنت دفعت مال وعمل وأنا مال وعمل، فتكافأنا. إذا نقص مالي أنت أكيد أنت تزيد من عملك. واضح؟ فهي متساوية في الشكل، بخلاف إذا أنت دفعت بدن وأنا دفعت مال، ما يسمى تساوي. واضح؟ ويتقاسم المال بالسوية. الآن كنا في ربح وخسارة تكلم عليه. واضح أخي؟ فلهذا إذا إنسان دفع مال والآخر مال والآخر عمل فإذا يتقابل. واضح؟ طيب الشركة فيها إما ربح وإما خسارة. نبدأ أولا بالخسارة لأنها سهلة. الخسارة كما قال ابن المنذر أجمع العلماء على أن الخسارة في الشركات نازلة على منزلة المال. فالذي يتحمل الخسارة هو المال. واضح؟ فإذا كان المالان مناصفة كانت الخسارة مناصفة، وإذا كان المالان ثلث مع ثلثين كانت الخسارة يتحمل صاحب الثلثين الثلثين وصاحب الثلث الثلث. فالخسارة والوضيعة على المال. واضح الكلام؟ هذه قاعدة مجمع عليها، متى ما وقعت الخلاف فيها أو اختلف عليها فتكون الشركة باطلة، لا دخل له في الخسارة. الخسارة تتبع المال، هذه تحفظ قاعدة مجمع عليها. واضح؟ طيب جئنا إلى المسألة الأخرى التي هي إيش؟ التي هي الربح. طيب الربح عندنا دائما عند جميع الناس الربح على قسمين، إما أن يجعل الربح تابعا للمال، فإذا أنا دفعت ثلثين وأنت دفعت ثلث فأنا لي من الربح ثلثان وأنت لك الثلث. عادة هذه تعتبر من القواعد عند التجار على أن الأرباح تتبع الأموال. فإذا كانت الأرباح تابعة للأموال كما هي في الخسارة فاتفق الفقهاء على جواز هذه الشركة. واضح؟ طيب هذا النوع الأول من الأرباح. النوع الثاني من الأرباح أن تقسم الأرباح على وفق ما اتفق عليه. أنت دفعت النصف ثلث
أنت دفعت النصف وأنا دفعت النصف، ولكن أنا أقول لك يا أخي أنا أخذ ثلثين من الأربعين. واضح؟ فهنا وقع الخلاف بين الفقهاء، هل يجوز أن يتدخل الاتفاق في تغيير نسبة الربح أم لا؟ ذهب السادة الشافعية والمالكية إلى أن هذا لا يجوز، وقالوا مثل ما حدد الشرع الخسارة ولم يجعل برضا الطرفين دخلا فيها، فكذلك لا يمكن أن يكون دخل لهما بالربح، فالربح والخسارة تابعان لرأس المال. واضح؟ فعلى قدر الربح على قدر الخسارة على قدر رأس المال. واضح؟ طيب، قالوا بدليل على أنها لو عقدت شركة، لو عقدت شركة أنت تدفع نصف وأنا أدفع نصف، ثم نقول لك يلا نتجه، إذا ما ذكرنا نسبة الربح تلقائيا العقد يذهب إلى أن الربح تابع للمال مثل الخسارة. وذهب السادة الحنفية والحنابلة إلى أن الربح على ما اتفق عليه، فيجوز أن تختلف نسبة الأرباح على نسبة رأس الأول. واضح؟ طيب، قالوا ودليلنا في ذلك أولا قول علي بن أبي طالب، وهو أنه قال الربح على ما اتفق عليه والوضيعة على رب المال، وهذه قاعدة منه رضي الله عنه، الربح على ما اتفق عليه والوضيعة على رب المال. فلما أسند الربح إلى المتفق عليه فإذا دل على أنه يجوز أن يختلف بنسبة الأرباح. يؤيد هذا نسبة العمل، فإن العمل الموجود قد يكون أحدهما أخبر من الآخر، وأحدهما عمله أكثر من الآخر، فجاز لأن العمل يعتبر منفعة كمنفعة المال. واضح؟ فلما جاز اختلافهما في العمل جاز اختلافهما في نسبة الربح، وما ذهب إليه السادة الحنفية والحنابلة أقوى من جهة النظر، لأن التجارة أصلا لجأ إليها الناس لأن ليس كل الناس يحسنونها، بل يستعين بعضهم ببعض، وإذا استعان بعضهم ببعض دل على أن قد يعمل أحدهما أكثر من الآخر، فلهذا جاز في الشرع أن تختلف في نسبة الربح. واضح المسألة؟ نحن تكلمنا الآن على الشركة الأولى التي هي باتفاق الفقهاء، التي هي شركة إيش؟ العنان. والشركات عندنا سوف ننظر إلى أنه فيه مذهب مضيق، وهو مذهب الشافعية. أضيق الناس في كتاب الشركات هو الشافعية. الشافعية لا يجوز عندهم إلا هذه الشركة بس. مع هذا إذا نظرت إلى شروطهم فهي كثيرة في هذه الشركة. بعضهم قال لابد أن يستوي المالان، ولا بد أن تكون بالنقود، ولا بد أن تكون تتحد الأرباح. فأضيق الناس في الشركات هم الشافعية، ولا يجوزون غيرها من الشركات. لا لا لا، المضاربة سوف نأتي الآن. المضاربة هي لا تعد، لا يعدونها من الشركات. واضح؟ طيب، واضح الآن القسم الأول؟ طيب، قلنا مذهب الشافعية حتى نخرجه من الآن. واضح؟ نأتي إلى النوع الثاني. وشركة الوجوه، وأن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما. طيب، وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاهيهما، وهي أن يتحد اثنين يذهبان إلى تاجران، إلى تاجر ويقول له أعطينا بضاعة أقرضنا ونرد لك إياها، ونرد لك إياها بعدين. واضح؟ أو يطالبونه بقرض مال. واضح؟ فهو يعطيهم لوجوههم فيشتركا بهذا المال. هذه الشركة وقع الخلاف بين الفقهاء فيها، فلم يجزها من؟ الشافعية. لم يجزها المالكية والشافعية، ويجزها الحنفية والحنابل. واضح؟ فشركة الوجوه بخلاف العنان المتفق عليها، شركة الوجوه يختلف الفقهاء فيها. السادة الشافعية والمالكية يقولون إن هذه الشركة لا تجوز، وهي من الشركات الباطلة. وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها جائزة. الذين منعوا قالوا لوجود الغرر فيها، وقد نهى الشرع عن الغرر، لأن الأصل في الشركة مثل ما قلنا هي باختلاط،
وهنا لا يوجد شيء، فعلى أي أساس تقوم شركة؟ فلوجود الغرر قالوا لا تجوز هذه الشركة. شيء معنوي. نعم يعني لا المغزى من الشركة غير موجود. وذهب الحنفية والحنابلة إلى جواز هذه الشركة لوجود التعامل بها ولعدم وجود دليل صريح في النهي، والأصل في العقود المالية الجواز حتى يثبت العكس. ما يعقد؟ طيب مثلا أعطيك مثال. بضاعة بالدين أو القرض، أعطيك مثال بسيط. أنت ليس لك مال، يعني مثلا يوجد مشروع حتى يقام هذا المشروع يحتاج إلى 100,000، إلى 100,000. أنا وأنت ليس عندنا أموال، أنت بوجهك تستطيع أن تقترض 50، وأنا بوجهي أستطيع أقترض 50، أو أنت بوجهك يمكن تعطى 40، وأنا بوجهي أعطى 60. فأنت نتفق، أنت تجيب 40 وأنا أجيب 60 وروح نشتري في ذلك المشروع. هذه شركة وجود، إحنا ما عندنا مال. شركة بين مين ومين وجود؟ بين الشركين الرجلين. صارت شركة مالية يعني. شركة؟ شركة صارت شركة يعني مالية، هو دفع مال. لكن هو ليس له مال، المال يملكه أخذه لوجهه. استقرضه، ممكن أي واحد يستقرضه. نعم، لكن هو أخذ من أجل الشركة. هل اشترط هذا الوجه هو نفس التاجر اللي تعامل معه؟ هل اشترط هذا الوجه نفس التاجر اللي تعامل معه إلا أي واحد تاجر؟ لا، الأمر واسع، ما يوجد شيء يتعامل مع شخص واحد. يعني أنا بجاهي أنت تاجر مثلا وأنا أنت مثلا تقول لي أنا بعطيك 40 مثلا الفضل يروح عن واحد ثالث ياخذ 60، عن واحد ثالث ياخذ 60. نعم، ما يوجد فرق. المهم ان يكون المال الذي اخذ من اجل الشركه بسبب الوجه. كثير من الناس لما يقول انا اقرضني يقول لك انت ايش تريد تسوي بالمال؟ يقول انا اريد انني اشتري كذا مع فلان، فيقول لك انا اعطيك مثل الضمان، انا لا اعطيك الا اذا جئتني بضمين. فلما يكون ذمتين مع بعض وشركة، يعني يقول كأن هذه تحفظ المال إذا أنا أقرضته للشخص، واضح؟ فالناس تعطي الآن التجار يكون على الدمم، وهذا معروف المتعامل به. نعم. وجه آخر إنه أنا لا أملك شيء، وأنت شخص معروف لك وجاهة في هذه المدينة، فأذهب إليك وأقول لك إنه هناك تاجر، يعني أنت بوجاهتك أنت ممكن تحصل لي على بضاعة تاجر فيها، ومن أجل هذه البضاعة أنا أعطيك نسبة من الأرباح. هذا لا يجوز اتفاق الفقهاء، هذا تسمى شفاعة بمال. لا، هذه ليست الوجهة، لا، هذا الآن يستغل وجهه كي يقرض الناس. المعاملة تمت بيني وبينك، طيب أنت وجهتك عند الناس، لما أعطيت أنت المال، العلاقة اللي تمت بينك وبيني علاقة إيش؟ ما هي شراكة؟ أنا ما أستطيع أحصل على هذه البضاعة. لا لا، لا. بوجهتك أنا حصلت على هذه البضاعة. تفضلي، أنت بوجهتك لما حصلت أنت البضاعة تريد تعطيني إياها أنا إلي بمال. أنا مؤتمن، لو هذه البضاعة صار على شيء أنا المسؤول أمام هذا التاجر. طيب، إذا وليتي هنا، إذا هذه إذا كانت هكذا هذا يسمى قراض. أنت اقترضت مال لوجهك. لا لا لا، لا أقترض مال، أنا أقول أن التاجر جملة. طيب، يعطي للتاجر الصغير بسبب وجاهتي يعطيه بضاعة. يعطي بضاعة على أي أساس؟ البضاعة على وجهتي أنا. على أي أساس؟ العقد اللي تم بين الكبير والصغير، على أي أساس؟ يعطي على قرض، هبة، بيعا؟ لا، يعطي، يقول له هذا خذ البضاعة، بيعها ثم أعطيني المال. قرض. هذا معروف. قرض. لا لا، هذا بيع. الآن هذه بيع. هذا بيع نسيئة. بيع نسيئة. البضاعة تطور ب10,000، خذ هذه البضاعة ولي في ذمتك 10,000 بعد شهر. ما يعني. لولا وجاهة هذا الشخص ما يعطي لهذا التاجر فلوس. نعم، إذا تدخل شخص آخر بوجاهته. أيوة، أنا أتكلم عن هذا التاجر. طيب، اتركني، خليك معي. الآن عندنا تاجر كبير. تمام. وتاجر ورجل صاحب وجاهة وشخص عادي. جيد. الآن الذي جاء بالبضاعة صاحب الوجه، صح؟ نعم. أخذها من التاجر الكبير بأي عقد أخذها؟ على
سمعتي وانه انا معروف واعطاك على اساس ماذا اعطاك اياها؟ اعطاك هبه؟ لا بيع، بس بيع نسيئة. فاذا الان هي دخلت في ملك من؟ صاحب الوجهة. صاحب الوجهة. طيب صاحب الوجهة الان يريد يعطيها للشخص الاخر، يقرأ شراكة. يعني يريد يعطيها للشخص الآخر حتى إيش؟ يبيعوها براءة، حتى يبيعها، يبيعها، يبيعوه وليس يبيعها. في نفس الآن لما انتقلت من التاجر الكبير إلى صاحب الوجهة ما صارت شركة وجهة، وإنما الآن هو أخذها، أخذها لنفسه، فأراد أن يشرك الشخص الآخر. هو لما أخذها بوجهه إما أن يأخذها بوجهه للشخص الآخر، فإذا أخذها بوجهه للشخص الآخر ويطالبه بثمن، ممكن يقول له أنا أجيب لك البضاعة الفلانية لكن تعطيني مبلغ معين أو تشركني في الأرباح، هذا لا يجوز، لأن هذه شفاعة بوجهه، لأنه هو الآن ما متحمل ولا شيء، واضح؟ أما إذا أخذها وأعطاها للشخص الآخر صارت مثل المعاملات قرض، ثمت المعاملة الأولى قرضا أو بيعا بنسيئة ثم صارت مضاربة أو تصير مضاربة، لأن الآخر لم يدخل إلا بعمله لم يدخل بماله. بس تصورها تضحك. دخل بعمله ودخل بماله، هي ليست هي مضاربة. نعم اقرأ اقرأ ما نقل. وشركة الوجوه وهي أن يشتركا فيما يشتريان بجاههما. طيب بجاههما لابد أن يكون الشخصان، أما إذا كان بوجاهة شخص واحد وأعطيت لشخص آخر لا تسمى شركة الوجوه. واضح أخي؟ طيب. والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتجر فيه ويشتركان في ربحه. طيب عندنا الآن شركة أخرى قالها المصنف، قال والمضاربة. المضاربة مأخوذة من الضرب، ونسميها بعض الفقهاء القراض، والقراض هو القطر. طيب والمضاربة هي لما تكلمنا على شركة العقود قلنا هي ثلاثة، ملك، لا شركة العقود قلنا هي ملك وبدن ووجه، هذه الأصل فيها. إذا خلطت الآن بين المال والبدن طلعت لنا المضاربة، وهو أن يكون المال من شخص والعمل من شخص آخر. الراجح في الوجوه قول الأحناف أم قول والله هي الغرار موجود فيها كثير. لا شركة الوجوه الغرار فيها كثير. الآن المضاربة عندنا شخص بماله وشخص ببدني. الذي قالها الشخص زين. الآن هذه الصورة والكيفية يختلف الفقهاء في تكييفها أين توضع. فالسادة الحنفية والمالكية رحمة الله عليهم وعلى أئمتنا يقولون هذه من باب الإيجار، والسادة الشافعية والحنابلة يقولون هي من باب الشركة. الآن رجل دفع ماله لشخص آخر يتاجر فيه، واضح؟ صورتها إذا نظرت ليست بشركة، هي إيجار، هو أعطاه أن يتاجر بهذا المال والربح على ذلك، إلا أنه اغتفر فيها مسألة الجهالة في الربح على النسبة، بدليل على أن المضاربة لو وقعت فاسدة أو وقع الخلاف بينهما، في مثلا في رجل قال في المضاربة لما انتهت الشركة قال أنا قال بالنسب، وصاحب المال قال لا أنا قلت له الثلث، إذا وقع الخلاف ولم تكن هناك بينة فسخت الشركة وأعطي الربح كله لصاحب المال ويأخذ المضارب أجرة منه، واضح؟ فشركة المضاربة هي عبارة عن شركة، هي عبارة عن نوع من الإيجارات، إلا أنه إجارة فاسدة استثناها الشرع وصححها لوجود الحاجة. الشافعي ما عنده إلا شركة واحدة، كيف اعترف عليه شركة؟ نعم هم يقولون المضاربة من قسيم الشركات، من قسيم الشركات. يقول الإمام ابن حزم رحمة الله عليه قال نظرنا في كتب العقود المالية فوجدنا لكل عقد دليل إلا المضاربة،
فلم يصح فيها أي آية أو أي حد، رغم أن الأمة أجمعت على جواز المضاربة. نعم، ولا يوجد فيها أي دليل. لهذا بالنهي المالية، العقود المالية شحيحة في الأدلة. ما فعلها طيب ليس لكم نحن دليل، يعني قال الله قال الرسول، أما فعل الصحابة هذا غير، مثل ما قلنا أثبتها الإجماع. لكن أجمع الصحابة على طيب، لكنها ما تبتت بنص. احنا قلنا لم نقل ثبوتها، أخي ثبوتها بالمقارنة بالأدلة الأخرى التي في العقود، مثلا البيع قال الله أحل الله البيع، الشركة فهم شركاء في الثلث، الجعالة فمن جاء به حمل بعير، الإجارة قال إني أريد أن أنكحك من إحدى ابنتي على أن تؤجرني. العقود المالية كلها لها أدلة من الكتاب ومن السنة إلا المضاربة. من وين عرفها إذا الصحابة عرفوها؟ يقول الحافظ ابن حجر إلا أنها كانت معروفة في عصر النبي، هي كانت معروفة لكن لها لم يأتي فيها شيء صحيح صريح واضح. فلهذا يستشف بالإقرار، لهذا هي سنة قد تخضع لسنة إقرارية، أما سنة قولية أو سنة فعلية لا يوجد، وهذا بخلاف العقود المالية الأخرى واضح. فهو يتكلم بمقارنة مع العقود الأخرى، فجميع العقود المالية لها دليل من كتاب أو سنة ولو حديث ضعيف. المضاربة لا يوجد فيها نص قط، واضح واضح الكلام الذي قاله ابن حزم، إلا أن الأمة أجمعت على جواز المضاربة، أجمعت على جواز المضاربة، إلا أنهم يختلفون في تكييفها، هل هي إجارة فاسدة استثناها الشرع للمصلحة، لأن شرط الإجارة أن يعلم ثمن الإجارة الأجر وهنا لم يعلم، أم أنها من الشركات لأنه اختلط، لأن الذين قالوا ليست بشركة إذا نظرت إليها حقيقة، وكان الشيخ محمد مختار الشنقيطي يختار هذا القول على أن المضاربة ليست بشركة، المضاربة أقرب إلى الإجارة، لأنه لا يوجد هنا شراء، المال من شخص واحد والآخر فقط بعمله. لا، إحنا لم يتفقوا على ذلك، بدل شركة الوجوه لا أحد يقول بها، وشركة الأبدان سوف كذلك، شركة الوجوه لا يقول بها الحنفية والمالكية، وستأتي كذلك شركة الأبدان، لكن الشركة الحقيقية المتفق عليها أن يكون مالين، فلما وجد مال واحد وعمل من شخص هي صورتها صورة إجارة. ثمرة الخلاف مثلا إذا وقعت الفساد، إذا وقع الفساد هل ترد إلى الشركة أو ترد إلى الإجارة، فينشأ عن ذلك بعض ثمرات الخلاف، واضح؟ طيب، المضاربة اتفق الفقهاء على جوازها. طيب، شرط المضاربة كذلك لابد أن يكون بالنقد، فلا تجوز المضاربة بالعروض عند الآئمة الأربعة، فلا يمكن أن يبيع السيارات يقول بيع السيارات وبعدين الربح بيننا، شرطها عند الفقهاء الأربعة إلا ابن أبي ليلى وخالف الجمهور لذلك على أنها تجوز بالعروض، واضح؟ هذا الشرط الأول. الشرط الثاني كذلك أن الخسارة فيها شرطها يتحملها رب المال ولا يتحمل المضارب شيئا، فإذا تحمل المضارب أي شيء من خسارة المال فهي شركة باطلة، وأما الربح فكذلك اتفقوا على أن الربح على ما اتفقوا عليه، واضح؟ في شركة المضاربة يجوز أن يكون بالنصف ويجوز أن يكون بالثلث، الربح على ما اتفق عليه، واضح؟ لهذا الآن مين اللي يخالف هنا على الأصل؟ الشافعية والمالكية، لأن الشافعية والمالكية يقولون إن الربح يتبع المال، هنا ما قالوا الربح يتبع المال، قالوا على ما اتفق عليه، لأن حقيقتها ليست بشركة، واضح؟ طيب طيب، إذا قلنا الربح على ما اتفق عليه ما في مشكلة، يعني ممكن هذا يعمل كثير، لكن لماذا في الخسارة يتحملها كل رب المال؟ أنا أعطيتك مثلا 100,000 وأنت ذهبت وتاجرت وبعدين 100 صارت 60، 40 من يتحملها؟ يتحملها أنا. طيب، حتى لو كان من الطرف الآخر تقصير؟ لا، التقصير غير، التقصير هذا إنسان مضيع والتضييع يضمن صاحبه، نحن نتكلم في الحالة العادية، نعم، لأن يده يد أمانة،
طيب لماذا باتفاق الفقهاء الخسارة يتحملها رب المال ولا يتحمل العامل دينارا أو درهما واحدا؟ لأن العامل بس الجهد، هذا مقابل الجهد، يعني هذا مقابل الجهد. لا قد يملك ولا يملك في المضاربة شيء، مثل ما قررت، وهو أنه هو هذه المدة ضيع وقته وجهده، فهو عمل. طيب والعمل هذا وين راح؟ مقابل الخسارة. فمثل ما نظرت إلى الآخر أنه خسر ماله، فانظر إلى الآخر أنه قد خسر جهده. لهذا في الشركة لو مثلا الإنسان أعطى الإنسان 100,000 وقال احتاجه، في بعد سنة باعوا البضاعة كله فصار المال 100,000، كم يأخذ المضارب؟ المضارب كم يأخذ؟ المضارب قديش كان المبلغ؟ 100 صار 100؟ صار 100 ولا ما له ولا شيء. فشرط المضاربة أن يأخذ بعدما تباع، وتفضل المضاربة أن يأخذ بعد الزيادة على رأس المال الأول، وليس له حق في رأس المال. واضح؟ وهذا مضاربة كأن أحكامها يكاد يتفق عليها الفقهاء. نعم. لا يتدخل الذي يشتغل برأس المال، لا يتدخل في الربح، لا يأخذ إلا بعد ما يكتمل رأس المال الذي أعطيه له. والمضاربة وهي أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالا يتشر فيه ويشتركان في ربحه. طيب أنا أريد أسأله، إذا شخص دفع لشخص المال يتجر فيه ثم هو عمل معه، هذه إيش؟ كيف عمل معه؟ هل دخل معه بماله بعد؟ أنا أعطيتك ما تتاجر فيه، فلما بدأت أنت تتاجر جئت أنا وتاجرت معك وبعت واشتريت معك. الإيجار. سير. انتقل. ما هذه الآن. انتقلت من المضاربة إلى الدان. لا إيش قلنا إحنا؟ هذه صارت مركبة، هي شركة مضاربة وأبدان. شركة أبدان. ومضاربة. ومضاربة. ودخلت فيها إيش؟ شركتان. وهكذا قلنا الشركة تبدأ تتفرق بجمع هذه الأنواع الثلاثة التي قلناها. واضح؟ صحيح. فيها خلاف بين الفقهاء، يوجد الحنابلة ويبطلها الأئمة الثلاثة. شركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح، إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه. طيب بما روي. نعم. لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء. طيب هذه الشركة الرابعة قال المصنف وهي شركة الأبدان، وهي أن يشترك شخصين ببدنيهما في شيء والربح على ما اتفق عليه. طيب يقول السادة الشافعية إن هذه الشركة لا تجوز، لأن القاعدة عندهم الشركة لابد أن تكون بالمال، وهنا لا يوجد مال بل يوجد بدن، والبدن فيه غرر، ممكن واحد يشتغل أكثر من الآخر، وعندما لم يقدر ذلك دخلها الغرر، فشركة الأبدان باطلة على مذهب السادة الشافعية. واضح؟ أما الأئمة الثلاث فأجازوا شركة الأبدان، ثم اختلفوا في على ماذا تقوم هذه الشركة. فذهب المالكية والحنابلة إلى أن هذه الشركة تجوز في المباحات وفي غير المباحات، وذهب السادة الحنفية إلى أن شركة الأبدان جوازها ألا تكون في المباحات. ألا تكون في المباحات. ما معنى المباحات؟ مثل ما قدمنا من قبل، الناس الشركاء الماء وال في ثلاث، في الاصطياد، الاحتشاش. مثلا حطاب مع حطاب، الحطاب يذهب يأتي بالخشب من مين؟ من الغابة، ملك الناس كلهم. فإذا كان الشيء مباح لا يجوز. مثال قريب الآن، الصيادين، السمك في الماء مباح لجميع الناس ولا لا؟ ف
فلما كان مباح لا يجوز أن يشترك صيادين صيادان في عمل على مذهب السادة الحنفية. لهذا المصنف جاء بهذا حتى ينبهك على ذلك. قال المصنف: وشركة الأبدان وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما فيما يكسبان بأبدانهما هذا أمر مطلق واضح. ثم قال: من المباح إما بصناعة بصناعة أيوة. او احتشاش او اصطياد ونحوه. بصناعة يعني هم عامل فيه بعملهما فهي بالاعمال التي يوافق السادة الحنفية. اما الاصطياد والاحتشاش لا. طيب سألنا السادة الحنفية لماذا لم تجد ذلك؟ قالوا لان المباح يملك بالاخذ. احنا ما لما تكلمنا الناس شركاء في ثلاثة متى يملك بالحيازة، فكل واحد منهما لما يذهب ويحتطب بمجرد ما يحتطب يملكه فلا يمكن أن يشارك غيره. وقال السادة المالكية والحنابلة هذا الكلام صحيح، إلا أنه عندنا دليل نرد فيه على السادة الشافعية في عالم الجواز مطلقا وعلى السادة الحنفية في عالم الجواز بالمباح، وساق المصنف هذا الدليل وهو أثر صحيح. نعم. لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت انا وسعد وعمار يوم بدر فجاء سعد باسيرين ولم ات انا وعمار بشيء. طيب هنا كيف يرد فيه على الساده الشافعيه ويرد فيه على الساده الحنفيه؟ اما على الشافعيه فهو قال: اشتركت انا وعمار على عمر بن مسعود أنا وعمار وسعد يوم بدر في الغنيمة. ما معنى هذا الكلام؟ الله سبحانه وتعالى لما قال: اعلموا أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه وللرسول ولذي القربى وكذا، يقول العلماء إن الله تكلم على خمس وسكت على أربعة أخماس، هي لمن؟ هي للمجاهدين. واضح؟ طيب الأربع أخماس هذه للمشاهدين مشتركين فيها أم لا؟ مشتركين. إذن هي شراكة. شراكة إيش؟ أبدان. شراكة أبدان. شراكة إيش؟ الغنيمة شراكة إيش؟ شراكة أموال قهر أصلا. طيب مثل ما قلنا من البداية مثل الأخوان إذا ورث مالا، الغنيمة الجيش لما مثلا يغرب شيء تصير ملك كل الجيش، لهذا يحرم لأي أحد أن يأخذ شيء من الغنيمة. هم اشتغلوا بأبدان. لا ما نسخ باقي لله مغير. اشتغلوا بأبدانهم لا لا أنا الآن أريد فهمكم الدليل. واضح الكلام في الغنيمة؟ طيب هنا قال: فجئت أنا فجاء عمار بأسير ولم آتي أنا وسعد بذلك، لأن الغنيمة هنا الشرع استثنى منها السلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بين فله سلم. هذا في معركة واحدة. لا هي أنا منسوخة. لا ليس منسوخة. فهموا علي هذا ليس بمنسوخ، هذا الذي قاله في بدر وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قالها في حنين. طيب وهنا قال في رتبة بدر كانت واضح. فالسلم إذا قامت عليه بينة لم يكن أحد من الفقهاء أن هذا منسوخ، وإنما اختلف هل السلف يأخذه بمجرد بينة أم يأخذه بقبل الإمام. هم اتفقوا على أن السلف يؤخذ، لكن هل يشترط فيه إذن الإمام؟ يعني عندما تأتي المعركة أول ما تبدأ المعركة يقول لهم الإمام: من قتل قتيلا فله سلف. وهذا قول من قول السادة الحنفية والمالكية. الحنفية والمالكية يقولون شرط للسلف لأن هذه من تصرفات الإمام فشرطه أن يأذن فيه. الشافعي والحنابلة يقول: لا، السلف حق لرسول الله في التشريع، فهو قال الإمام أو لم يقل، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هل هذا من باب التشريع كل من أحيا أرض يأخذها وهو قول الجمهور، أو لا بد أن يقول الإمام من أحيا أرض ويأذن فيها وهو قول الحنفية؟ واضح أخي؟ إذن هو ليس منها منسوخ. فهنا جاء هذا اشتركوا، قالوا: شوف إحنا الثلاثة إذا قتلنا حذر
أو نشترك مع بعض على أن ما تأخذه أنت من السلف وما أخذه أنا من السلف يضم لنا ونكون شريعة. فقالوا نعم. في الأخير جاء عمار بأسيرين، جاء سعد بأسيرين، وعمار وعبد الله ما جاءوا، ثم اشتركوا في الأسيرين. فهنا عمل بأبدانهما، واضح. فبهذا يستدل على جواز ذلك على خلاف ما ذهب إليه الإمام الشافعي. ثم يستدل به على الغنيمة بأنها في المباحات ولم تكن صنعة منتجة على السنة الحنفية. واضح. الحديث ما سمع رسول الله، ما ورد أنه سمع رسول الله بهما ولا أقره ما عليه. طيب أنت تعرف أن ما تم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على أنه بلغه حتى يدل العكس. يعني أنت تتصور بأن الصحابة الثلاثة اقتسموا هذه وما أخبر رسول الله؟ ما يمكن. هذا دليل الحنفية ليس عليه. لا لا، دليل عليه. يقول لا تكون مباحة. ألا تكون؟ لا مباحة. ليست مباحة مقصود بها المشترك فيها الناس. لا. طيب. طيب ما هو هذا الغنيمة مشترك فيها الناس الآن؟ ليس عن الناس. لا كل. لا. طيب هي مشتركة في طائفة. أي. فالحنفية لا يجزونها في الغنيمة. لا يجزون ذلك الغنيمة. مثل الاحتشاش والاحتطاب والاصطياد. فشرطه أن يكون عمل. أنت تأتي بعمل وأنا بعمل. ونشترك في ذلك. أما شيء بمجرد ما تملكه لهذا الغنيمة، لو عمار مسك هذا الأسير صار ملكه، واضح. فهنا لأنه علة عدم جواز المباح قال لأنه إذا حيز ملكه، وهذا بمجرد ما قتل هذا أو سلبه صار ملكه، فإذا لا يشارك غيره فيما يملكه، واضح. طيب واضح. والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. طيب. والمطيعة على قدر المال. قال هنا المصنف جاءنا إلى مسألة الربح، قال والربح في ذلك على ما شرطاه، مثل ما بينا على أن السادة الحنفية والسادة الحنابلة يقولون إن الربح يتبع الاتفاق، بخلاف السادة الشافعية والسادة المالكية فإنهم يقولون إن الربح يتبع رأس المال. طيب عندنا المصنف ذكر أربعة شركات. طيب شركة العنان ما في مشكل إذا حدد الربح على ما اتفق عليه. طيب بالنسبة لشركة الوجوه، طيب والربح في جميع ذلك على ما شرطاه. طيب والربح في ذلك على جميع ما اشترطاه في مسألة واحدة اتفقوا عليها، الربح فيما اتفقوا وهي العنان. لا، هذه الجملة اتفق عليها في مسألة واحدة، أين المضاربة؟ المضاربة، الله يفتح لي. المضاربة اتفقوا على أن، أما في بقيتها فالسادة قاعدة، السادة الشافعية والمالكية يقول الربح دائما يتبع المال، والحنفية والحنابلة يقولوا على ما اتفق عليه، تستثنى بس مسألة واحدة هي المضاربة اللي يتنازل المالكية والشافعية على قوله. طيب أيوة. والوضيعة على قدر المال. والوضيعة على قدر المال هذا باتفاق الفقهاء، لم يقع عندنا هنا خلاف. طيب الآن عندنا الشيخ ذكر شركة العنان وشركة المضاربة وشركة الوجوه وشركة الأبدان. قوله والوضيعة على المال، إيش قالت الجملة بالضبط؟ والوضيعة على قدر المال. والوضيعة على قدر المال، شوف هي مفهومة في الصور كلها إلا في صورة واحدة. الأبدان. في؟ الأبدان. الأبدان. أو الوجوه. لأن الأبدان ما في رأس مال في الموضوع. فلهذا ما تكونش هناك خسارة. نعم. لا تكون لك وضيعة. فتكون أين؟ في الوجوه. لأن الوجه يأخذ مال، أما البدن يأخذ إيش؟ يأخذ عمل. طيب فالوجوه كيف يكون الخسارة على؟ طيب أنت يا أخي، أنا وأنت أخذنا الوجهين 100,000، واضح؟ ثم خسرنا لا قدر الله. طيب كيف الآن يقسم على قدر المال؟ كل واحد خذ قد إيه؟ على قدر ما ضمن. على قدر ما ضمن من مال.
فمثلا هذا المشروع في 100,000 أنت تحملت أو أعطيت بوجهك 50 وأنا 50 فإذا كل واحد فهنا وإن كان هما لا يملكان المال أصلا إلا أن المال يتبع ما تحمله. واضح قلب. ولا يجوز أن يجعل ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. جميل. هنا أراد أن يوحي لك إلى مسألة وهي أن شرط الربح أن يكون مشاعا، وهذا باتفاق الفقهاء، اتفق الفقهاء على أن الربح في الشركات أن يكون مشاعا، ثلث ربع خمس عشر مشاع مشاع، وهو نسبة مثل ما نعبر عليه الآن نسبة. أما إذا حدد بمبلغ معين أو بدراهم معينة فهذه باطلة اتفاقا. لماذا؟ لأنه لما يحدد المبلغ دخلها الغرض. أصلا الشركة لما وجد هذا الربح هي مبناها على الغرض، لهذا الشرع لما وجد الغرض جعل النسبة، لأن النسبة تابعة إلى الخسارة وإلى الربح. لكن إذا حددت مبلغا معينا فهنا صار في باب الضمان، فلهذا لم يجوز الشرع، لأن يكون فيها غررا وغبنا متحققا. إلا في المضاربة، حتى في المضاربة لا ما يجوز المضاربة باتفاق. هذه قاعدة، يعني أنا أعطيك مال وأقول لك اتجر فيه وتعطيني 10%، هذا صار إذا قال من باب الإجارة والإجارة يجوز فيها. لا، ما هم قالوا هي الآن الإجارة تكون محددة، لكن قلنا هي أنا كنت دائما أكرر مستثنات من الإجارة الفاسدة. وبماذا تفسد الإجارة؟ إذا كان الأجر مجهولا، لأن النسبة هي جهالة. أنا بيع هذا وأعطيك أنا العشر، طيب إيش معنى العشر؟ مجهول يزيد أو يقل. فلهذا هي إجارة فاسدة استثناها الشرع لهذه الباب. نعم. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. والحكم في المساقات والمزارعة كذلك. المساقات هو أن يتفق على السقي، أن يكون الأرض من أحد ويسقيها شخص آخر. والمزارعة كذلك، أن يزرع الأرض كذا. قال كذلك يعني بأن يحدد كله، خذ هذا الأرض وأعطيني مزارعة وأعطيني بها 100 كيلو. فيريد أن يبين هذا الحكم شامل إلى كل ما اجتمع فيه عملان أو عمل وبدا، شرطه أن لا يكون الربح قائم معين. واضح؟ كلما وقعت هنا الشراكة لا يجوز أن يكون الربح معينا، بل لا بد أن يكون مشاع مساقات بين شخصين، ولكن الربح على الثلث. لهذا عندنا في لغتنا الخماس. الخماس كان إيش؟ واحد صاحب أرض لكن ما يقدر عليها، واحد مسكين فلاح لكن ما عنده أرض، قل له تعال افلح الأرض وخذ الخمس منها واعطيني انا 4 أخماس. ما يجوز. ماذا؟ لا يجوز اذا قال له خذ الارض واعطيني 20 كيلو، اعطيك مثلا 20 كيلو منها والباقي لك. طيب وين الارض وين جابت 20 كيلو؟ الحاصل ايش سمع عنه الحاصل اللي بيحصل انه هو بيقول له خذ الارض واعطيني الثلث. اعطيني الثلث انت لما بصير عندك المحصول، فرضا قمح صار عندك فرضا 100 كيس محصول، انت ما شلت منه المستحقات اللي دفعتها والاجور، بيجي هو باخذ نسبه فرضا الثلث منها لصاحب الارض من دون ما يخصم النفقات اللي دفعها. لا، هذه سوف نتكلمها سوف يعقد باب المساقات ونتكلم هل يجوز او لا يجوز بشروطها فقط. لكن هذا الحكم متفق عليه. اراد الشيخ الان ان يجمع النظير الى النظير، فقال اعلم بان مثل المساقات والمزارعه وبقيه الاعمال التي تتم شراكه سواء بالبدن او مع المال، ان شرطها ان يكون الربح مشاعا، ولا يجوز ان يشترط ثمنا او يحدده بقيمه. نعم. وتجبر الوضيعه من الربح. وتجبر ايوه، قوله وتجبر الوضيعه من الربح كانه يقول اعلم بان الربح لا يتحقق الا بعد ان تحمل الخساره. فاذا دفع له 10,000 وتاجر بها وصارت واتفقوا على النصف، واتفقوا على النصف، فاذا صارت العشره 5 فلا يقول لا اعطيني 2500 نصفها، لا، وانما تجبر اولا الوضيعه
يكمل بها رأس المال الربح، يكمل به رأس المال وما بقي هو الذي تدخله النسبة. واضح؟ نعم. وليس لأحدهم البيع بنسيئة ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر. طيب، هنا أراد أن ننبه على مسألة، وهي إذا اشترك في مال أو سواء المضارب أو أصحاب الشركة، هل يجوز له لما يبدأ يتاجر بالمال أن يبيع بالنسيئة؟ قال المصنف لا يجوز له ذلك. وقع الخلاف بين الفقهاء، بعضهم يجيز وبعضهم لا، بعضهم قال لا يجوز له إلا بإذن المسبق البيع بالنسيئة، لأن البيع بالنسيئة هو إدخال غرر على المال، صح؟ لأن إذا باع نقدا أخذ ماله، ما وقع غرر، أما بالنسيئة ممكن الآخر ما يسلم، واضح؟ فلهذا هذه التصرفات التي تكون من الطرفين إما أن يأخذ فيها كلاهما تفويضا عاما، يقول له اتجر بما تراه مناسب، فإذا وقع تفويض جاز كل ما هو بمصلحة المال. وأما إذا نهاه عن ذلك قال أنا وياك شراكة في التجارة، وهذا موجود بين التجار، تجد اثنين لكن يقول أخي أنت ما تبيع كذا أو ما تبيع أكثر من كذا، واضح؟ فهذه بنود، فإذا وضع ذلك يلزم كل واحد على ما اشترط عليه، فإذا أخذ به ما ضربت الصفقة. فإذا إذا أطلق له وبين له وبين جاز، وإذا قال منعه لم يجوز، وإذا أطلق لم يجوز. هنا المصنف رجح القول بعدم الجواز وقال في الرواية الثانية إلا بإذن، إذا رجع من الحال الأولى جسمه وعطبقها يقول لا، أصلا البيع بالنسيئة هو الذي مدرج عليه في العادة، فلهذا يجوز ولو لم يأذن له، واضح؟ فالأمر في ذلك راجع إلى الاتفاق في ذلك. ثم قال ولا يجوز له أن يأخذ جزءا من الربح. لماذا؟ لأن الآن صار كلاهما شركاء والشركة تقتضي ألا ينفرد أحدهما بالتصرف، بل تصرفه مربوط بأن يأذن للطرف الآخر، واضح؟ وهذا راجع إلى القاعدة الأولى، لماذا قلنا الشركات هي مستثنات من الأصل العام؟ لأن الأصل ألا يتصرف الإنسان في مال أخيه إلا بإذنه، أموالكم عليكم حرام إلا إذا جاء الإذن. فلما جاء الإذن، هل جاء الإذن مطلقا أم جاء مقيد؟ فالربح لما حصل الربح بينك وبين الشخص الآخر، فلا يلزمك أن تأخذ منه حتى تستأذن الطرف الآخر، واضح؟ وبذلك يقول المصنف قد أكمل وتجبر الوضيعة من الربح مثل ما بينا. الآن أنا أعطيتك 100,000 تجاجر بها، رحت أنت تجبت 100، وبعدين 100 لما حسبناها طلعت فيها خسارة، فوجدنا 90. طيب كم يأخذ الشخص آخر؟ لا يأخذ شيء. لماذا؟ لأنه وصل رأس المال. وكذلك إذا زاد على 100 صار 120. في ماذا؟ في 20. فلهذا إذا وقعت خسارة تجبر من الربح. مثلا أنت دفعت مال وأنا دفعت مال وتجرنا، وقعت عندنا أرباح، لكن الأرباح لابد أن ننظر إليها بأنها تغطي رأس المال، فإذا غطت رأس المال بها ونعمت، وإذا لم تغطي فلا يؤخذ منها شيء، واضح؟ وفي هذا القدر كفاية، صلوات ربي وسلامه على سيدنا محمد، وإن شاء الله نتوضأ للدروس إلى بداية شهر 9 إن أحيانا الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويغفر لنا ما قدرنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلمنا.